قراءتنا في الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية نستهلها بباخينادوسي التي توقفت عند تصريحات لحاكم إقليم بوينوس آيرس أكسيل كيسيلوف أشار فيها إلى أن العودة إلى الفصول الدراسية لا تتوقف على التلقيح ضد فيروس كورونا. الصحيفة أضافت أن كيسيلوف أكد أن الأولوية في التلقيح على مستوى قطاع التعليم ستعطى للأشخاص المعرضين للخطر. وفي البيرو أفادت بيرو بينتيونو بأن معظم الأحزاب السياسية وقعت على الميثاق الأخلاقي للانتخابات الذي وضعته اللجنة الوطنية للانتخابات من أجل ضمان الشفافية واحترام المبادئ الديمقراطية خلال الانتخابات العامة المقبلة. وإلى يومية فوليا دي ساو باولو البرازيلية التي كتبت أن الشرطة نفذت عمليات ضد أنشطة التعدين غير القانونية بأراضي شعب يانومامي بالأمازون، وأضافت أنه تم اكتشاف ما لا يقل عن 20 مهبطا سريا للطائرات خلال هذه العمليات. ونختتم جولتنا من كولومبيا، حيث أفادت الكولومبيانو بأن أفراد عائلات وأصدقاء القادة الاجتماعيين الذين تم اغتيالهم وضحايا العنف والمفقودين تظاهروا أمس الجمعة أمام مكتب المدعي العام بمدينة كالي للمطالبة بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم.